نبتدي بكيوبيد شخصيا. يا نهار ابيض. مبدئيا مين اصلا متجوز ومين مش متجوز في الحقيقه؟ لا انا ماليش علاقه، انا مش متجوزه. كلنا متجوزين. انا في مرحله كتابه الكتاب. يعني المخرج اتجوز في العرض. ايه ده فعلا؟ يعني اخرج العرض عشان يتجوز. المدام اهلا اهلا، مبروك، الف مبروك، الف مبروك. يعني عملنا لهم زفتين، زفه بعد التحيه وزفه في كاتب الكتاب. ده فعلا والله زفناها. والله دي احلى حاجه، حيينا زفناها على طول. يعني كيوبيد كان عامل مفهوم جامد. لا عملت ده، عملت اللي عليا خلاص. انا بسال ليه عن الحاله العاطفيه، عشان عايز اعرف الى اي مدى انتوا في المسرحيه شفتوا حاجات عديتوا بيها في علاقات الحب. انا متجوز ومخلف مبدئيا، وانا متجوز ومخلف ونوال. انا لسه بفكر، وانا كنت بقرخ للعرض، يعني بقرخ لحياتي بقى، يعني بقرخ بقى اللي هو العرض هيحصل عشان خاطر اقول الجواز هيحصل فيه ايه، هنعمل ايه جدا. ايه الفرق ما بين حب ما قبل الجواز وحب ما بعد الجواز؟ بصي انا في مرحله كتاب الكتاب لسه، في النص قوي. دي المرحله الفاصله. ده يمكن كمان اللي احنا ملمسين جدا فيه في العرض، انه مفهوم الحب مش بس انه احنا بنحب بعض او الشكل التقليدي بتاع الدباديب والقلوب ده، احنا مش كده خالص. الموضوع في الحب مش هنا، الموضوع انه التعريف بتاع الحب جواه مصطلحات كتير قوي، موده ورحمه وتفاهم ومسؤوليه، يمكن دي المين بتاعتي. ايوه بس المين، بس في الاول في شراره، في كليك، في لغز، في لخبطه، يعني موجود معانا ما بيبقاش فيها منطق. طبعا موجود معانا، بس اول ما بنخش في المنطق هو ده اللي بيحصل، ده التراب اللي بيحصل، ان انت في الاول بتبقى شايف انه الله قد ايه الحاجات وردي وجميله وكده، وفجاه لو عشت في ده بس هتصطدم بواقع مرير بعد كده. احمد انت لسه في المرحله الوردي ولا انا في الوردي؟ انت في انا الوردي. في الوردي طبعا. انا في الوردي طبعا. انا الفرق ما بين حب قبل الجواز وحب بعد الجواز. حب بعد الجواز بحبه فعلا بيبقى حب بجد بقى، يعني الحب اللي قبل الجواز اللي هي حلاوه البدايات والجمال والحلاوه، لكن بعد الجواز بقى الموده والرحمه وفعلا بقى ان انا ما اقدرش اتحمل ان هم يبعدوا عني، لا هي ولا الولاد، لا ده موضوع تاني. حب صادق بجد، بس لما بيفوت فتره. امال ايه قصدك بفتره؟ لا يعني مثلا لسه احنا كنا بنتكلم قبل ما ندخل، الناس متجوز بقالك سنه سنتين بتاع، لكن مثلا لما بيعدي 10 14 15 بيبقى فيه عشره، يعني انا متجوز بقالي 14 سنه فلا فيه عشره، فلسه غير اللي مثلا 2 3 ف كل واحد يتكلم عن نفسه مثلا. انا لسه في الزيرو. انا هقول ان الحب قبل الجواز او ساعه الخطوبه ده حب اطفال، انما بعد الجواز التعود اقوى من الحب. يعني اعتقد ان هو الحب بيبقى حاجه اقوى، ان هو يوصل للتعود، ان انتوا ما تقدروش تستغنوا عن بعض. لا بس التعود ده على فكره ممكن يبقى ميزه وممكن يبقى عيب. لا هو التعود ده ممكن يدي امان، انما كمان ممكن يقتل الحب ويفطسه. لا هو مستو لو حصل مشاكل كتير وانتوا تخططوا، يعني عديناها وكل حاجه تمام عشان خاطر الاولاد وعشان خاطر احنا ما نقدرش نستغنى عن بعض، يبقى ده حب. الحب بعد الجواز ده اعظم حاجه في الدنيا. ليه؟ لان الحب ما دام موجود قبل الجواز ده بيبقى البدايه الكويس. بتقولوا عكس الناس كلها، الناس دايما بتقول الحب الاول قبل الجواز احلى من حب بعد احنا الجواز. احنا عاملين العرض ليه؟ لانه اتفطموا الناس. الحب اللي بيستمر صح كده؟ يعني ده اللي احنا بنتكلم عنه في العرض. لانه الحب بعد الجواز بيتحول لقيم انسانيه اعلى بقى من فكره الحب. فكره ان انا مرتبط بحد عايش معايا مسؤول عنه، هو كمان مسؤول عني، في اهتمام، في حب بجد. بيبدأ بيتنقل للأطفال، للأولاد، لفكرة إن إحنا الشيلة الكبيرة دي إحنا مع بعض فيها. فأنا شايف إن ده بيبقى أوقع وأجمل. ليه؟ لأنه طول الوقت بتبقى الحاجات بقى مش وردية. على فكرة أنا مختلفة معاكم بس مش مهم. تمام. نحب نعرف حضرتك. لا لا أنا بحس إنه في يعني الاستمرار في الأسرة ممكن يبقى الأسباب كتيرة قوية ووجيهة، بس تمام. مش بالضرورة تكون حب، ممكن تبقى المسؤولية طبعا. ممكن تمام. تبقى الـ الـ المروءة، ممكن تبقى الأولاد، ممكن يبقى حسابات كتيرة جدا طبعا. يعني في أسباب قوية ووجيهة ما بقللش منها، بس مش بالضرورة يكون الحب. يعني ممكن في ناس تبقى قاعدة مع بعضها وفقط، وفي ناس قاعدة مع بعضها بس لسه بتحب بعضها. أنا بشوف في فرق. لا ده طبعا في فرق. فأنا معرفش أنتوا في أي جهة. إحنا في الجهة اللي بتقول إن الحب بيبقى موجود، بس بيبقى في حاجات تانية كمان بعده هي اللي بتخلي الاستمرارية دي تبقى موجودة. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.